هل فعلا الشخير بيعمل مشاكل بين الزوجين وارتفاع ضغط الدم وكمان خنقة أثناء النوم؟ الليزر هو الحل. عايزة تكتشفي ضعف سمع طفلك وتأخره في الكلام وإمتى يحتاج سماعة أو زرع قوقعة وكمان جلسات تخاطب؟ لوز أطفالنا والحمى الروماتيزمية وحقنة البنسلين وإمتى تروحي للدكتور وتقوليله ابني محتاج يشيل اللوز؟ كل ده في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراوي استشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن يأتيكم السبت في الخامسة مساء والإعادة الجمعة في الحادية عشر صباحا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. دايما طبعا كالعادة بفكركم دايما بمراكزنا، مركز شارع 85 شارع السودان، وعندنا مركز مهم تاني جدا في الشيخ زايد في الميديكال سنتر اللي هو توين تاورز، إلى جانب طبعا مراكزنا المنتشرة في جميع المحافظات. عندنا طبعا في الوادي الجديد في الدخلة، وإن شاء الله على فكرة إن شاء الله الوادي الجديد أنا رايح بإذن الله الأسبوع ده يوم الأربع والخميس، إن شاء الله بيجهزوا لنا الحالات، بيجهزوا لنا العمليات، وبنروح أربع وخميس نكشف ونعمل عمليات إن شاء الله. الأسبوع اللي بعده بإذن الله يوم الاثنين هكون في الأقصر، ويوم الأربع بإذن الله هنكون في أسوان. ما تنسوش ان لينا صفحة على الفيسبوك، مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم، بستقبل فيها كل استفساراتكم، وبنعرض فيها الحلقات، وبنعرض فيها حالات تاني كتير جدا، وبجاوب على كل استفساراتكم ال 24 ساعة. الحقيقة زي كالعادة زي ما عودتكم دايما، حلقتنا بتبقى دسمة جدا، وبنتكلم فيها على ثلاث حالات اساسية. الحالة الأولانية النهاردة حالة رحمة اللي احنا عرضناها لكم الأسبوع اللي فات، بنت أمورة عندها 12 سنة كانت بتشتكي بكل حاجة في الدنيا، ومامتها كمان بتشتكي باللي في رحمة بكل حاجة في الدنيا. البنت عندها 12 سنة، تابعونا النهاردة لأن حالة رحمة من الحالات الصعبة، مش الصعبة، من الحالات الغريبة اللي كانت محتاجة الحقيقة تشخيص دقيق، وكانت محتاجة ان احنا نقعد مع البنت ومامتها فترة نفهم منها ايه. تابعونا عشان تشوفوا النهاردة التحسن بتاع رحمة شكله هيبقى عامل ازاي. عندنا حالة تاني، حالة حذيفة، طفلين ولاد عم، حذيفة وبدر، جايين لي من مرسى مطروح مع ابهاتهم، الطفلين ما بيسمعوش، مشاكل السمع في الاطفال الصغيرين عند 7-8 سنين. الطفلين سبحان الله ولاد عم ما بيسمعوش، وبيروحوا المدرسة ما بيستفيدوش من الدراسة. ابوهم ووالدتهم شكوتهم الدائمة ان الولاد بيتعاملوا بالمشاورة. متخيلين؟ عملنا لهم الفحوصات وكشفنا وشخصنا وعملنا لهم العملية. شوفوا النهاردة الاطفال شكلها عامل ازاي. الحالة التالتة والاخيرة، عندنا طالب مينا عنده 20 سنة وبيشخر. ايه ده يا دكتور هشام، هو الشخير كمان في الصغيرين ال 20 سنة؟ طبعا ده ولا بيعرف يمارس حياته، وصداع وخنقة وحياته الطبيعية لعب الكرة والرياضة مش عارف يعمل فيه حاجة. شوفوا النهاردة هنعمل في الثلاث حالات دول ايه، والتحسن بتاعهم هيبقى شكله عامل ازاي. نبدأ حلقتنا على طول مع رحمة البنت الأمورة اللي عندها 12 سنة. الحقيقة لما اشتكت انا ما بقتش ملاحق على شكوتها، صداع وخنقة وريحة وحشة ومناخيري مسدودة ومش قادرة اتكلم وصوتي وحش، واصحابي في المدرسة بيعايروني بصوتي، ومامتها مش قادرة تتكلم، مخنوقة مصدعة. يا دكتور هشام ده حتى اسنانها ابتدت تبرز. بقول لكم ايه، طب ما تيجي الاول نشوف شكوة الام وشكوة رحمة، ونرجع نتكلم في الحالة بقى بالتفصيل. نروح نشوفهم ونرجع تاني على طول. انا اسمي رحمة شايفة،
عندي 11 سنة، مشكلة عندي مناخيري دايما مكتومة، لما باجي اتكلم ولفظ الكلام مش مفهومة، معدتي دايما بتوجعني، ركبي مش كويسة، يا باجي امشي كتير بتوجعني، والدوخة ملاحظ الكلام عندها دايما مش مظبوطة، مخارج الكلام بالليل طبعا حتى شكلك بقها ما بحس انه شكله مش مظبوط. رحت بيها لدكتور السنان قال لي مفيش عندها مشكله في التقويم خالص، هي ممكن تكون مشكله في الجيوب الانفيه، هي اللي هتبدا بعد فتره يحصل بروز فك عن فك. فطبعا ده برضو خوفني مع ملاحظه انها كل ده مع الكلام، مع طبعا تعبها بالليل في التنفس وفي النوم، ودايما تقوم تشتكي من زورها الصبح ومن مناخيرها على طول، دي مشكله دايما. فجينا للدكتور هشام ابراهيم وكشف عليها وعمل لها منظار وقال لازم تعمل عليها ان في اوجاج في الحاجز الانفي، في لحميه وفي لوز، فجينا عشان نعمل العمليه عشان ربنا يسلمها. شفتوا قد ايه كم المعاناه اللي فيها رحمه؟ بنت أمورة زي دي، متخيلين لما البنت دي في السن ده بتبقى كل حركة فيها وكل كلمة محسوبة قدام نفسها وقدام صحباتها، طبعا كلكم عارفين الكلام ده. شفتوا قد ايه مامتها بتشتكي من حاجات حتى البنت نفسها ما كانتش واخدة بالها منها. اقول لكم على مفاجأة، ان الام دي طبيبة، والام دي طبيبة وقعدت ب 12 سنة بتلف ومش عارفة الطفلة او بنتها عندها ايه. الحقيقة رحمة جات لي من الحالات اللي قعدت اكشف عليها الحقيقه زي ما بيقولوا كده بتأني، وسمعت كل شكوى كبيره وصغيره، ريحه وحشه في زورها، ريحه وحشه في مناخيرها، معدتها اللي بتوجعها، وجع في ركابها، كل شكوى من دول بيبقى ليها عند الدكتور الحكيم ليها مدلول كبير جدا. اول حاجه عملناها لها الحقيقه كشفت عليها عادي جدا، فتحت بقها شفت مناخيرها، لقيت طبعا في عوجه جامده جدا في الحاجز الانفي. الحاجز الانفي يا جماعه النهارده بالذات رحمه انا جايبها عشان دي عندها 12 سنه، كتير جدا بيقولوا ان الحاجز الانفي اولا بيرد مره تاني، نتائجه ما بتنفعش وعملياته بتفشل، وكمان ما يتعملش قبل 16 سنه. انا في كل ده موافقكم على حاجه واحده بس، ان هو ما بيتعملش قبل 16 سنه. ليه؟ لان شكل الوش بيفضل يتغير لغايه 16 سنه، فاحنا بنفضل ان هو يتعمل بعد ما الوش ياخد الشكل النهائي بتاعه نبتدي نعمل حاجز انفي. ولكن هنا بقى فكره حكيم الانف والاذن. حكيم الانف والاذن ما هواش فاتح الكتاب وبيقرا وبيسمع وبيعمل عمليه، لا ابدا. حكيم الانف والاذن قدامه حاله 100 حاله، كل حاله مختلفه عن الثانيه تماما، وكل حاله ليها علاج مختلف عن الثانيه تماما. فعندنا النهارده حاله رحمه، المنظر اللي انا شايفه ده انا ما اقدرش استنى على رحمه كمان 4 5 سنين لغايه ما تتم 16 17 سنه اعمل لها العمليه. ساعتها هتكون لو خدت بالكم الام الشاطره دي بتقول ان هي راحت لدكتور الاسنان وقال لها ان شكل الفك ابتدى يتغير نتيجه مشاكل في الانف. انا لو استنيت على رحمه دي لغايه ما يبقى عندها 16 17 سنه هتجيلي عند 16 17 سنه هعمل لها العمليه، لكن شكل البق بتاعها بالاسنان بتاعتها بالفك بتاعها هيبقى خد شكل سيء جدا بارز، وهتبقى عندها بنسميها ديفورمتي او بنسميها تشوه في شكل الوش. هل انا بقى كحكيم، مش كطبيب او كحكيم فوق الطبيب، هل انا كحكيم انتظر لغايه ما يحصل كده ولا اعمل لها العمليه بتأني زياده وبحرص زياده وبدقه زياده؟ وهتشوفوا ان شاء الله نتيجه شكلها عامل ازاي. عملت لها طبعا اول حاجه الكشف العادي، لقيت عندها لوز، ركابها تعبانه، عملت لها فحوصات النشاط الروماتيزمي، بدايات نشاط روماتيزمي، ريحه وحشه في بقها، عندها مشاكل في المعده بسبب اللوز، عندها مشاكل في ركابها بسبب اللوز. شفتوا بقى موضوع كل حاله عباره عن حاله مركبه ازاي؟ الحاجز عامل سده انف، عامل تغيير في الصوت، عامل صداع، عامل بلغم، عامل ريحه وحشه، عامل مشاكل في الودن بالطقطق ها وسمع مش كويس، عامل صوت وخنفه مع اللوز المتضخمه مع طيب المفاجاه ان انا بعد ما جيت بقى اعمل لها منظار عشان اطمن كمان على المنطقه ما خلف الانف، وجدت ان في لحميه، ودي كانت الحقيقه المفاجاه بالنسبه لي، لان لحميات الاطفال الكبار
مختلفة تماما عن لحميات الأطفال. فدي كان عندها لحمية من صغرها للأسف ما اتعملتش، وللأسف اللوز ما اتعملتش من صغرها، فابتدت تتضخم وقفلت مناخيرها وقفلت زورها، وإلى جانب قفلة الأنف بسبب الحاجز الأنفي. عشان كده أنا بقول دايما أن الحكيم الشاطر هو اللي شخص، هو اللي يوصل بالتشخيص للتشخيص الصح، وبعد كده العلاج ما أسهل العلاج بالتليفون العلاج. طيب ما تيجي نشوف كده قط العمليات واحنا بنعمل العملية الرحمة، وهفرجكم بقى على زي ما بيقولوا ايه بقى الخطوط الحمراء بتاعت الدكاترة، الخطوط الحمراء بتاعت أوضة العمليات، جوه قط العمليات شكلنا عامل ازاي، بنتصرف ازاي، التيم بتاعنا شكله عامل ازاي، العملية اتعملت ازاي، نشوف حجرة العمليات ونرجع لكم مرة تاني. الحقيقة أنا عايز أوريكم قصة العمليات بتاعتنا، إحنا بنعمل عملية رحمة حاجة من الأنف واللحمية واللوز رحمة. طبعاً معانا الأستاذ التحديد دكتور صبري، طبعاً هو اللي نايم الحالة زي ما أنتم شفتوا في الأول خالص، ومعانا طبعاً المساعد بتاعي محمد، ودي ترابيزة الآلات زي ما بنقول، فيها الآلات كلها معقمة. برضه من ضمن التيم الأساسي جوه قصة العمليات معانا رئيسة العمليات مس نادية، ومعانا مدام سعاد برضو بتساعد معنا. هي دي زي ما حضراتكم شايفين، هي دي قصة العمليات اللي احنا بنشتغل. خلصنا طبعا بفضل ربنا، طبعا الحمد لله، طبعا كان عندها حاجز انفي مكسور بطريقة فظيعة الحقيقة، زي ما حضراتكم شايفين المنظر، حضراتكم شايفين ده، يعني صعب جدا ان ممكن نلاقي حالة تاني بالمنظر ده. طبعا حاجز ده اتدون اللي حضرتكم شايفينه، ده الحاجز الانفي اللي انا خربته، وطبعا لوزتين حاجه يعني ملتهبين جدا، مع انها ما كانتش بتشتكي بيهم، لكن من كتر الالتهاب اللي كان فيه ابتدت طبعا اللي هو تتضخم بالمنظر ده، والتهابات فظيعه. الحاجه بقى الحقيقه اللي ما حدش ممكن يصدقها، كميه اللحميه دي كلها اللي موجوده خلف الانف عندها. عشان كده البنت طبعا كانت على طول الصوت بتاعها مش مظبوط، على طول مكتومة، على طول طبعا النفس والصوت والبلغة. متخيلين حضراتكم كل ده خرج من البنت الصغيرة اللي اسمها رحمة. كل ده شفتوا الحاجز شكله عامل ازاي، شفتوا اللوز متضخمة قد ايه، اخذا في الاعتبار ان البنت ما كانتش بتشتكي باللوز. وكتير جدا كتير جدا من المرضى يجي ما بيشتكيش من اللوز، ولكن عنده اعراض اللوز، الاعراض الجانبيه بتاعت اللوز. ودي نقطه مهمه جدا انا بحب اوضحها دايما، ان مش لازم اللوز تيجي بصديد وتيجي بارتفاع درجه الحراره ووجع في الزور وهنا يا دكتور بيوجعني. مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت حضرتك بتيجي تشتكي وانا اللي بشخص المشكله شكلها عامل ازاي. عشان كده رحمه لما قلت لها عندك لوز اتخضت، ده يا دكتور هشام اللوز ما بتجيليش. طب ما انا عارف ان هي ما بتجيلكيش، لكن اللوز ملتهبه لان عندك مشاكل تاني مغطيه على اللوز، عندك مشاكل تاني من السياكي وجع زورك. لكن لما تخرج اللوز بالمنظر ده والصديد جواها وداخلها بالمنظر ده، نقدر نقول ان فعلا كانت اللوز عامله مشكله. شفتوا كم اللحميه وكميتها قد ايه؟ تخيلوا البنت الصغيره دي لما تبقى كميه اللحمه دي كلها موجوده في منطقه خلف الانف تتنفس ازاي؟ بالله عليكم صوت هيبقى عامل ازاي؟ طبعا على فكره مهما انا هتكلم ومهما هقول على فكره ده شفته، وعلى فكره ده انا عملت، وعلى فكره العمليه، وعلى فكره انا شفت قط العمليات، انا ما فيش بيني وبين العيان غير التحسن. وهو ده الحقيقه العقد اللي انا باخده على نفسي، او العهد اللي باخده على نفسي قدام اي عيان بعمل له عمليه، اللي بينك وبينك طبعا نمره واحد ونمره اتنين ونمره عشره هو ربنا، ولكن اللي بينه وبينك التحسن، بيني وبينك التحسن. عملت لوز، عملت لحميه، عملت اي حاجه بتتعمل، بتيجي بعد العمليه اقول لك سؤال واحد، الاخبار ايه؟ التحسن شكله عامل ازاي؟ عشان كده اللي بيني وبين اي عيان هو تحسنه بعد العمليه. طب ما تيجي نشوف صوت رحمه شكله عامل ازاي؟ ضحكتها شكلها عامل ازاي؟ ابتسامتها شكلها عامل ازاي؟ حالتها النفسيه شكلها عامل ازاي؟ والدتها شكلها عامل ازاي؟ نشوف ونرجع لكم مره تاني. الحمد لله بقالي اسبوع من العملية وبقيت كويسة، وبقيت اتنفس احسن، مفيش وجع، مفيش دوخة، والنفس بقى كويس، ومفروض الكلام بقى يتغير، وبقى صوتي احسن بكتير من الاول،
وانا مشكورة بناء الحمد. بعد العملية بحوالي أسبوع تقريبا أنا دلوقتي بقيت سامعة رحمة، لقيت الحمد لله الليل كان بيبقى فيه صوت وهي نايمة، حاليا دلوقتي مبقاش الكلام ده، الكلام بقى باين أحسن، لأن طبعا الشكوى اللي كانت بتشكيها قبل كده مبقتش موجودة، فالحمد لله إن هي بقت بالحالة دي، وإن شاء الله بتحسن بعد كده. شفتوا حضراتكم، اولا هي كانت قاعده مبتسمه المره اللي فاتت، لما كانت قاعده بتضحك او فاتحه بقها كان سنانها باينه، او خلينا نتكلم باللغه الدارجه الضبه بتاعتها كانت باينه. النهارده بعد ما النفس بقى داخل خارج كويس قوي، قفلت بقها، ابتدى النفس يبقى كويس، الابتسامه بتاعتها بقت ظريفه. شفتوا قد ايه صوت البنت شكله بناتي؟ اقولها مره تاني، صوتها بقى بناتي. شفتوا مامتها والدتها كانت سعيده قد ايه وهي بتقول ان البنت اتحسنت، البنت بقت كويسه، بقت نام كويس، صوتها كويس. على فكره كتير جدا يكلموني في التليفون يقولوا لي لو دكتور هشام احنا بعد العمليه لما حد بيكلمنا في التليفون ما بيعرفش صوتنا، بيفتكرونا واحد، بتفتكرني حد تاني لان صوتي اتغير تماما. طيب نخش على طول بعد كده على حاله حذيفه. قلنا حذيفه وبدر طفلين 9 سنين جايين لي من مرسى مطروح، ما بيسمعوش، او بلاش كلمه ما بيسمعوش دي عشان كلمه قويه، عندهم ضعف في السمع شديد، والكلام ده اللي بيقوله والدهم. بيقول والدهم ليه؟ لان هو بيقول ان انا بنده عليه كتير جدا ما بيسمعنيش. الحقيقه لما حذيفه وبدر جولي طفلين، اول حاجه عملت لهم ايه؟ اول ما بسمع كلمه سمع بتساوي عندي لازم فحوصات سمع. يعني ايه فحوصات سمع؟ على طول بروح عامل حاجه اسمها قياس سمع عشان اطمن على العصب السمعي، واروح عامل ضغط ودن عشان اطمن على هل في ميه خلف الطبله ولا لا. الحقيقه عملت لهم الفحوصات دي، دول هما الاثنين سبحانك يا رب، هما الاثنين طلعوا، هما اولاد عم، طلعوا هما الاثنين فعلا عندهم ميه خلف الطبله. السؤال هي ايه اللي جاب ميه خلف الطبله الحقيقه في طفلين زي دول، ووصلوا لمرحله ان الطفلين ما بقوش يسمعوا؟ الحقيقه اسباب الميه خلف الطبله كتيره جدا، لكن انا بحب دايما اتكلم على كل حاله بحالتها. يعني النهارده الطفلين دول السبب الميه اللي خلف الطبله ان هي ما اتشخصتش بدري، مع انهم على فكره عاملين اللوز واللحميه. عشان كده اللوز واللحميه انا ما بعملش حاله لوز واللحميه ابدا الا لما بطمن 1000000%، مش 100%، 1000000% ان السمع مظبوط 100%. السمع مظبوط 100%، اول حاجه بعملها بطمن من بق، مش العيان نفسه، والد الطفل او والدته، اخبار السمع يقولي كويس، ما بيعليش التلفزيون، لا، ما بي في المدرسه كويس، لا، درجاته كويسه، بينتبه من اول كلمه، بعد ما الكلام ده بروح مقعده على الكرسي، فاحص سمعه بالكشف الطبيعي، لقيته كويس وماشي مع كلام الاب والام خلاص. لقيت فيه مشكله، حتى لو كلام الاب والام بيقول لي ده نص نص، ده بيطنش، على طول قياسات سمع. عشان كده على طول احنا عاملين لحذيفه وبدر قياسات سمع، واكتشفت فعلا ان الولدين عندهم ميه خلف الطبله كبيره جدا جدا جدا. اضطرينا طبعا ان الميه دي ان احنا نشفطها ونركب انابيب للودن. طيب هو في اسباب تاني لتكرار او لرشح خلف الطبله؟ طبعا ادوار البرد المتكرره، لوز ولحميه متكرره، الخنفه، سده الانف، اي شيء يا جماعه يسد الانف على طول بيسمع في الودن، اي شيء. وعمر ما الودن تتحسن كسمع الا لما الحلق والانف بيتحسن. طيب قلنا شخصناهم ازاي بفحوصات السمع، عملنا لهم ايه؟ قلنا عملناهم شفط من شفط ميه وتركيب انابيب. بس خد بالك حاجه بقى مهمه جدا، تركيب الانابيب دي مش بنركب الانبوبه للعيان او للطفل او للكبير او للصغير وبنقول له مع السلامه مبروك انت سمعت، مع الف سلامه، ابدا. اللي بيركب انبوبه عندي بيفضل معايا تبع العمليه لغايه ما نشيله الانابيب. الانابيب بتقع بعد قد ايه؟ والله بص، الانابيب بتقع بعد ما الودن تتحسن جوه، بتطرد لوحدها عاده من 4 ل6 اشهر. طب ممكن تقعد اكتر، ممكن تقعد اكتر، ممكن تقعد سنه، على حسب ده. كل ما بتقعد كل ما بيبقى فايده للطفل اكتر، لان الودن بتتهوى اكتر، والودن وخاصه اذا كانت الاطفال صغيرين. عشان كده بقول دايما ان يا جماعه لو سمحتوا اللي بيعمل عمليه انابيب يفضل يتابع عند الطبيب اللي عمل له العمليه لغايه ما الانبوبه تقع، لان العمليه ما بتنتهيش الا لما الانبوبه بتقع. طيب ما تيجي نشوف حاله حذيفه وبدر والشكوى كانت شكلها عامل ازاي والولاد اتحسنوا ازاي. طيب اللي انت شايفه من قبل وبعد العمليه،
قبل كان السمع ضعيف نهائي الى درجه رديئه خالص، كان الصديد الودن اليسرى، وكان دائما الخشم يحك الخشم. سمع بره احكي لي كده، سمع كان ما يسمعش، السمع كان ضعيف خالص بالاشاره. وربنا سبحانه وتعالى لما رحنا الدكاتره في اسكندريه وفي العمليه في مرسى مطروح ما صارش نصيب، تعرفت على الدكتور هشام في قناه الصحه والجمال، واتيت الدكتور يوم الخميس الماضي سريعا كده، وربنا كرمنا سبحانه وتعالى عمل له العمليه، وهو خارج بالعمليه بسم الله ما شاء الله، يعني بعد العمليه ب 10 دقائق السمع تمام والخشب تمام الحمد لله يعني. الحمد لله. والى الان بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. الحمد لله. ايه رايك يا حذيفه في الكلام؟ سمعنا كويس؟ ها قول لي مناخيرك كويسه؟ النفس كويس؟ الحمد لله. انت اولاد ابنك ايه اخبارك يا بدر؟ كويس. ها كويس. ها كنت بتشتكي بايه قبل العمليه؟ قول لي بقى. مالها ودانك؟ وايه تاني؟ كنت بتسمع كويس قبل العمليه؟ كنتش اسمع خالص. ما كنتش اسمع خالص؟ مش مي... طب ايه يعني وايه اللي حصل بعد العمليه؟ 100 100 يا 100 100 100 100 ازاي؟ ده كويس تمام معاك تمام. طب قول لي يا ابو بدر انت بعد العمليه ان شاء الله الحمد لله رب العالمين بعد ما اجرات العمليه بقى حلو خالص جدا جدا. انت عرفت ازاي ان السمع حلو؟ فكنت بكلمه قبل العمليه وكلمه بعد العمليه. تمام. حضرتك استجب معايا يعني انا مش هقول كلام يعني كده ولا كده. تمام. ايه رايك يا بدر؟ سامعني كويس؟ زيك. ها سامع كويس؟ بقيتوا تتكلموا انتوا الاثنين يعني بتوشوشوا بعض؟ ها؟ مبسوطين؟ كنا مبسوطين. الحمد لله، الحمد لله على سلامتكم، وده فضل من عند ربنا الحمد لله. طبعا لو خدتوا بالكم طبعا ابو بدر بالذات يعني كان ناصح شويه. ليه بقى؟ الراجل يعني ايه ما يعني ما خليناش اعمل عمليه كده وعداها زي ما بيقولوا على الفاضي. لا لا لا، ده خد ابنه على جنب كده وقعده بعيد ووشوشه ونادى عليه واطمن ان العمليه تمام التمام على طريقته زي ما بيقولوا كده، يعني ايه بالبلدي يعني ايه يعني بيتي، يعني يعني عمل فحص للسمع بطريقته بيتي وطمن تمام. قالك لا لا انا فاكرني هقول لك كده يعني وخلاص يعني واقول لك بيسمع كويس. لا دول يا جماعه دول من مرسى مطروح يعني حبايبنا يعني. ما علينا. طيب نيجي بقى لاخر حاله من حالاتنا النهارده، حاله مينا. مينا الحقيقه انا جايبه، ما انت كل احنا عارفين ان هو مركز شخير يا دكتور هشام، وكل اكتر الحالات اللي بنشتغلها حالات شخير. طب اشمعنى مينا اللي جايبه يعني؟ ما انا دايما قلت لكم يا جماعه ان حالاتنا كلها مش حالات عاديه. كل حالة بجيبها بيبقى ليها رسالة ببقى عايز أوجهها. فالنهاردة الرسالة بوجهها من الحالة بتاعت مينا، عنده 20 سنة. يعني هل حد يتخيل أن طفل ولد عنده 20 سنة يبقى عنده شخير وخنقة ومش قادر يتنفس وزوره وجعه وعنده مش قادر يمارس حياته الطبيعية؟ يعني إيه حياة طالب طبيعية؟ يعني بيلعب كورة، بيتفسح، بيطلع سلم، بيجري، بيروح، بيجي. لكن الكلام ده كله هو الولد مش قادر. وبعد كده في حاجه تاني، يعني اللي يخلي ولد ياخد قرار يعمل عمليه، وعمليه بقول له مش عمليه لوز، لا ده انا بقول له عمليه شخير، وفرق كبير قوي ما بين عمليه شخير وعمليه لوز. فهو الحقيقه الولد عشان دايما كده العيان لما يبقى تعبان قوي زي ما بيقولوا بيسلم، لكن انا ما بحبش العيان اللي ايه بيسلم قوي كده بعد ما يخلص من التعب. العيان الناصح الشاطر هو اللي يجي واقف على رجليه ويعمل عملية عشان بعد ما يعمل عملية يكمل وقوف، مش يجي لي واقع بعد ما يبقى عنده، بتكلم خاصة على الحالات الشخير، بيبقى جاي خلاص بقى فوق ال 45 50 سنة وبقى له 10 سنين عنده شخير وعنده مشاكل ضغط، ده الشخير اللي عمله ضغط، سكر، مشاكل في القلب، ذبحة صدرية، مشاكل في المعدة، وكتير جدا بتتشخص على انها ارتجاع في المريء، وبياخد ارتجاع علاج ارتجاع في المريء سنين على انه ارتجاع في المريء، ونكتشف في الاخر لما بيجي لي ان هي عنده مشكله خنقه وشخير ومخاط بينزل على منطقه المريء ومنطقه المعده ومنطقه الامعاء الجهاز الهضمي بصفه عامه، ويعمل له مشاكل جامده جدا جدا جدا. عشان كده التشخيص مهم جدا. عشان كده انا جبت لكم حاله مينا 20 سنه وعنده مشاكل. طب ما تيجي نشوف هو بيقول ايه وعملنا له ايه بعد كده. نروح نشوف مينا كده شكوته ايه ونرجع مره تاني. انا يا حبيبي ازيك؟ الله يخليك. احنا معانا النهارده حاله تعتبر من الحالات النادره جدا، حاله صغيره وبتشتكي شكوى غريبه جدا.
قول لي كده، انت الاول عندك كام سنه؟ 20 سنه. 20 سنه بتشتكي من ايه؟ بشتكي من ضيق في النفس وانقطاع النفس اثناء النوم. بالك قد ايه بتشتكي بضيق النفس وانقطاع النفس؟ سنتين. سنتين. بيضايقك بالليل وانت نايم ضيق النفس؟ بيضايقني ويصحيني. انا بيصحيك؟ بتصحى ازاي؟ احس نفسي مخنوق وزي في حاله كات مع نفسي، واقوم افضل 10 ثواني مخنوق وبعد كده اصحى مني تروح مني. بيصحيك على ايه بقى؟ بتحس ان انت ايه صحي على ايه؟ يعني حاسس بايه وانت نايم؟ مخنوق زي نفسي. طبعا انت بتمارس بقى حياتك عاديه في اللعب والكوره زي شيء زي اي لا. شاب ليه؟ ده حتى في الكلام حاسس نفسي مخنوق. اما بتلعب كوره بيحصل لك ايه؟ لو جريت اقعد ما اقدرش ارجع نفسي بسرعه زي باقي الناس. يا افتح لي بقك كده، انا عايز اشوف ايه اللي في بقك. طبعا قدامنا شايفين سقف الحلق ساقط خالص خالص، واللهام متضخمه جدا، والتهابات في حلقه جامده. ده احنا مش شايفين نشوف ورا الحلق كمان جدا. ايوه طبعا ده حاله شخير، بس طبعا حاله صغيره جدا على بدايتها، بقى قليل قوي صغيره قوي. دي طبعا حاله شخير. نفسك في ايه بعد العمليه ان شاء الله؟ نفسي اخف وارجع طبيعي. نفسك تخف وترجع طبيعي ان شاء الله. النهارده هنعمل لك عمليه الشخير اللي هي اللهاء وسقف الحلق واللوز طبعا، ونشوفك بعد العمليه ان شاء الله. شفتوا حضراتكم شكل الحلق؟ دي الحقيقه اللي كان نفسي برضو تاخدوا بالكم منها. شكل حلقه لما فتحت بقه ممكن حضراتكم بكل سهوله، كل واحد بيشتكي من موضوع الشخير او موضوع الخنقه، يفتح بقه ويشوف الدنيا في حلقه شكلها عامل ازاي. انا عايز بس نشوف الحاجات اللي احنا طلعناها من حلقه شكلها عامل ازاي ونعلق مع الصوره. ده طبعا شكل اللوز اللي اتشالت منه، اللي تحت اللوز اللي في الجنبين دول لو حبينا نفردهم شويه دي سقف الحلق اللي اتشال، واللي تحت خالص ده جزء من اللهاء اللي احنا شلناه. الكلام ده كله طبعا لما اتشال انا عايز اشوف بقى ايه. نرجع بقى مره تاني. بعد ما رجع مينا وبقى خف وبقى كويس، عارفين جالي بعد دي جالي بعد 6 اشهر. ليه بقى؟ هو الولد خف خلاص وما بقاش عايز حاجه وبقى زي الفل. طب ما نرجع نشوف بقى صوته شكله عامل ازاي، شكوته شكله عامل ازاي، وشكل حلقه شكله عامل ازاي. ازيك يا مينا؟ اهلا يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور. طمني اخبارك ايه بقى؟ احنا عاملين عمليه بقى لنا قد ايه دلوقتي تقريبا؟ بقى لنا 6 شهور كده. 6 شهور؟ انت من 6 شهور ما جيتليش، شكلك اتحسنت ما شفتكش تاني. جدتكش. قول لي اخبارك ايه بقى النهارده؟ الحمد لله الفضل يرجع ليك وربنا. قول لي طمني. ها الخنقه بتاعت بالليل؟ لا ما فيش خنقه دكتور. خلاص بقيت طبيعي دلوقتي في الخنقه؟ طبيعي الحمد لله. احسن؟ احسن ان شاء الله. ها قول لي ايه تاني؟ بقيت امارس حياتي عادي طبيعي غير الاول غير قبل العمليه. تمام. ما فيش خنقه ولا انقطاع النفس الحمد لله. الليل. اخبار الكره ايه؟ لا تمام بقيت امارس حياتي. بتلعب كره دلوقتي؟ عادي. ما بقتش تتخنق ولا حاجه؟ لا ما فيش خنقه ولا حاجه. طيب والدوخه اللي كانت عندك؟ ما فيش. الحمد لله. طب وريني زورك بقى، شوف بقى زورك اخباره ايه، افتح لي بقى كده. هي دي عمليه الشخير. شايفين احنا بقى قدامنا سقف الحلق طبعا باللهاء. طبعا الولد نسي بقى له 6 اشهر، كان بيشتكي بقى من حاجات كتير جدا. بعد 6 اشهر بفضل ربنا طبعا بقى كويس، نسي ان هو كان زور وجعه، نسي ان هو كان فيش خير، نسي. لو كنا بفكره يضحك يقول لي اه والله ده انا شويه يقول لي ياه ده انا نسيت الكلام ده، فين الكلام ده من 6 اشهر. الحمد لله التحسن بيبان على شكل المريض نفسه. على فكره انا بشكر كل المرضى دول اللي هم الحقيقه يعني هم اللي اصروا ان هم يطلعوا في التلفزيون عشان يبلغوكم الرساله دي. انا عايز اقول والله ان وقتنا بيخلص بسرعه جدا جدا جدا، ولكن بحب افكركم مره تاني بمراكزنا. مركز شارع السودان 85 شارع السودان، ومركز الشيخ زايد في توين تاورز على المحور المركزي طبعا. وبفكركم مره تاني لاهلنا وحبايبنا في الوادي الجديد الدخله ان انا رايح لهم ان شاء الله الاربع والخميس الاسبوع دون باذن الله. واهلنا وحبايبنا في الاقصر انا رايح الاسبوع الجاي يوم الاثنين، ويوم الاربع هكون في اسوان. فكركم مره تاني ان الصفحه بتاعتي مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم بتستقبل كل اسئلتكم وكل استفساراتكم على مدار ال 24 ساعه، وبنعرض لكم كل الحالات وحالات اكتر من كده كمان. على فكره حلقتنا لسه ما خلصتش، عشان كده دايما هنشوف حاله هنعرضها الاسبوع الجاي، والحاله اللي جايه دي حاله قويه جدا جدا جدا. الحاله اللي جايه دي
عندنا استاذ علاء كان عمل حادثه وشه اتعوج ما بقاش يعرف ياكل، الاكل بيقع من بقه، بقى فيه وجع على طول، ده عصب مشكله في العصب السابع. عملنا له ايه؟ فحوصاته كانت ايه؟ علاجه كان ايه؟ هل خد علاج ادويه؟ هل خد علاج جلسات ليزر؟ هل خد علاج جراحي بالليزر؟ خد ده اللي هنشوفه ان شاء الله المره الجايه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واترككم في حفظ الله وامنه، مع تحياتي حكيم الانف والاذن دكتور هشام ابراهيم. الف سلام يا عم اشرف. ربنا يبارك لك يا باشا. قول خير. اسمه اشرف كده، اتعرضت من حادثه لمده اسبوع، ومن يوم تقريبا حسيت بورم في الجنب اليمين ووش جامد في ودني، والاكل بينزل من بقي من الجنب اليمين. سمع اخباره ايه؟ والسمع وش جامد هنا، والكلام اثناء الكلام بيطلع من ودني. هشام قال لي محتاج في مشكله في العصب السابع. طيب غمضت عينيك كده يا عم اشرف، جامد زر على عينيك جامد. وريني كده، انفخ بقك، انفخ جامد جامد، وريني اسنانك. طبعا عندك مشكله واضحه جدا في العصب السابع في الناحيه اليمين بسبب الخبطه او الحادثه دي، وده طبعا الاذن الوسطى دلوقتي منفوخه جدا وضغط. فعلا الشخير بيعمل مشاكل بين الزوجين وارتفاع ضغط الدم وكمان خنقه اثناء النوم؟ الليزر هو الحل. عايزه تكتشفي ضعف سمع طفلك وتاخره في الكلام، وامتى يحتاج سماعه او زرع قوقعه، وكمان جلسات تخاطب؟ لوز اطفالنا والحمى الروماتيزميه وحقنه البنسلين، وامتى تروحي للدكتور وتقولي له ابني محتاج يشيل اللوز؟ كل ده في برنامج حكيم الانف والاذن مع الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري الانف والاذن. حكيم الأنف والأذن يأتيكم السبت في الخامسة مساء، والإعادة الجمعة في الحادية عشر صباحا.